بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. في البدايه حابه اعتذر عن التاخير اللي انا عملته ده هوت في الفتره اللي فاتت، لكن كان ليا ظروف وانا اسفه تاني. النهارده جايه لكم بفيديو حلو جدا. الدراسه قربت وعايزين نذاكر بقى من البدايه كده بتركيز. كفانا يعني المده اللي فاتت دي، الكورونا والسنتين اللي عدوا دول، عايزين من البدايه نذاكر بتركيز. لو عايز تذاكر بتركيز، لو عايزه تذاكري بتركيز، لو الاهل عايزين ولادهم يذاكروا بتركيز، اسمعوني. اول حاجه هنعملها هنشرب ميه كتير، يعني هنحط جنبنا ازازه ميه كده كل شويه نشرب منها، ده مفيد جدا للتركيز. تمام. طبعا الميه مهمه لكل حاجه، لكن للتركيز مهمه قوي. نحط جنبنا ازازه ميه ساقعه كده ونبتدي نشرب منها بالكتير كل نص ساعه، لو قدرنا قبل كده اوكي، مهمه جدا جدا في التركيز. تاني حاجه، لو عايز تذاكر بتركيز شغل القران جنبك. اقول لك ليه؟ لو شغلت موسيقى الشيطان هيقول لك ايه، الله الموسيقى دي حلوه، ويسيبك ويخليك يوجهك ناحيتها ويخليك تركز فيها. تمام. لكن لو شغلت قرآن هتبص تلاقي نفسك الشيطان عايز يبعدك بأي طريقة عن القرآن، فتروح للمذاكرة قوي. كمان ربنا هيبارك لك فيها في مذاكرتك. تمام. طيب تالت حاجة، ياريت نخلي ورقة وجنبنا ونخليها مخصوص كده، لو سرحنا في أي حاجة نكتبها. يعني مثلا أنا عايز أكل، أكتب عايز أكل، عايزة أعمل حاجة معينة هكتبها كده، بقول لمخي أنا فاكر الحاجات دي وهعملها بعد ما أذاكر. مش هدي فرصة لنفسي للهرب من المذاكرة. أنا هذاكر 3 ساعات، يعني هذاكر 3 ساعات. أنا هذاكر الحاجات اللي خدتها النهاردة، يعني هذاكرها. أنا ناوي أذاكر الحاجات دي من قبل حتى ما أخدها، أوكي. تمام. فالورقة والقلم دي هتساعدك قوي ان انت مش هتخليك تهرب من المذاكرة. تمام. رابع حاجة، لما تلاقي نفسك سرحت في حاجة قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان من مصلحته ان انت تعمل اي حاجة وحشة، ما تركزش في المذاكرة بقى، تبعد عن ربنا، تعمل اي حاجة وحشة. فلو سرحت في اي حاجة قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا هيخليك تركز كويس قوي. وياريت ممكن لو حاجة يعني وحشة ممكن تدفل على يسارك كده 3 مرات. تمام. ده هيمنع وسواس الشيطان. خلاص. خامس حاجة بقى، ياريت نبعد الفون عننا خالص. التليفون ده، الموبايل، ياريت نبعده عننا خالص. ممكن تقول لنفسك انا هحطه جنبي بس مش هفتحه، هحطه جنبي بس مش همسكه، دقيقتين وهتلاقيك ماسكه. انا عارفه كويس قوي ومجربه الحكايه دي. تمام. فنبعده عننا خالص المده او الفتره بتاعه المذاكره دي. مش هيحصل حاجه يعني لما صاحبك يستناك شويه، قريبك عايز يهنيك بحاجه، اي حاجه، مش مشكله ابدا لما تستنى لغايه بعد وقت المذاكره ده. تمام. رقم 6، يا ريت نخلي مصحف صغير كده جنبنا على المكتب، وقبل ما نبدأ مذاكرة نقول بسم الله ونقرأ صفحة واحدة بس. يا ريت يعني صفحة، أقل حاجة صفحة، حتى 5 آيات، أي حاجة كده، بنية كده إن ربنا يبارك لك في مذاكرتك دي. تمام. هنلاقي، أنا الحقيقة مجربة الموضوع ده، والمصحف اللي كنت بقرأ فيه في الكلية وأنا في كلية لسه موجود لغاية دلوقتي عندي. تمام. فالحكاية دي يعني بركة كبيرة كبيرة كبيرة، وجربوا بنفسكم وهتلاقوا فيها نتيجة حلوة. بعد ما نقرأ في المصحف هنقول الدعاء اللي جاي ده، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير.
تمام. الدعاء ده حطوه جنبكم كده وقرأوه بعد قراءة القرآن. كل الموضوع ده القرآن والدعاء مش هياخد منك 5 دقايق، يعني مش هيعطلك أبدا، لكن هيجيب لك بركة كبيرة كبيرة في مذاكرتك. تمام. طيب، في أطعمة بقى أو أكل معين نقدر ناكله عشان يزود لنا التركيز، خصوصا بقى في فترة الامتحانات، أو حتى لو أنا ذاكرت حبة كتير كده مثلا 5 6 أيام وعايزة أحتفظ بالمذاكرة دي، مش عايزة أنساها، في أطعمة معينة بتساعد على الموضوع ده؟ معلش نسيت أقول لكم الدعاء اللي هو بعد المذاكرة. الدعاء بيقول إيه؟ اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. برضو تكتبوا الدعاء ده، ممكن ترجعوا يعني الفيديو شوية وتسمعوه تاني. تمام، مش عايزة أطول عليكم الفيديو. الأطعمة بقى أو الأكل اللي بيزود التركيز، تمام، حسب أبحاث ودراسات الناس المتخصصين، بيساعد على التركيز وتنشيط المخ. أول حاجة منه المكسرات، وخصوصا عين الجمل، حقيقة بتساعد جدا جدا على التركيز. مش كل الدهون مضرة، ناس ممكن تقولك دي فيها دهون، لا الرجيم، لا مش كل الدهون مضرة. تمام، فالمكسرات وخصوصا عين الجمل بتساعد جدا على التركيز. تاني حاجة السمك، خاصة السلمون، ما يقلش عن 2 مرات في الأسبوع. 2 مرات في الأسبوع لازم ناكل سمك، وبالذات السلمون. وبالمناسبة بقى السلمون اللي في العلب ده مش هو السلمون خالص، سمكة السلمون سمكة غالية جدا، فعشان كده مش ممكن تكون مش موجودة في مصر، لكن البلاد التانية اللي موجودة فيها ياريت. السمك عموما فيه أوميجا 3 وفي دهون صحية وفي يعني مواد أو عناصر منشطة للمخ وبتساعد على التركيز. ثالث حاجة الأفوكادو. الأفوكادو من الحاجات الغنية بالدهون الصحية وفيتامين كي والبوتاسيوم وفيتامين بي وفيتامين سي، مهم جدا ناكله علشان نساعد على التركيز. الرقم اللي بعد كده أو الأكلة اللي بعد كده الخضروات الخضراء. الخضروات الخضراء الحقيقة مهمة جدا ومفيدة جدا وكلها فيتامينات، سبانخ بقى، جرجير، بقدونس، كزبرة، أي خضروات خضراء، فجل، كل الخضروات الخضراء مهمة جدا جدا وفيها فيتامينات عالية جدا ومهمة جدا للتركيز. تمام، يقال إنها بتؤخر الشيخوخة 11 سنة، فيعني مهمة جدا جدا. برضو البيض من الحاجات الغنية بفيتامين بي وفي معادن مهمة زي الزنك، فياريت نخلي فطارنا في بيض، في حتة جبنة، في حبة لبن، لا مش مهم كوباية كاملة، في خضروات، فده هيكون فطار مهم جدا وحلو جدا ومغذي وبيساعد على التركيز وتنشيط المخ. المشروبات الطبيعية آخر حاجة من الحاجات اللي هي فيها بتساعد على التركيز، المشروبات الطبيعية، مش نقول بقى مشروبات غازية، لا خالص، المشروبات الغازية دي ليها أضرار كتير جدا جدا، لكن مشروبات طبيعية زي إيه؟ زي الكركديه، زي الخروب، زي التمر هندي، مشروبات سخنة برضو زي اليانسون، زي عصاير طازجة، أي عصاير فاكهة طازة حلوة جدا جدا للتركيز. فمن ناحية الأدعية، من ناحية الأكلات الصحية والمشروبات الصحية، من ناحية الحاجات اللي أنا قلتها، دي كلها، فياريت نهتم بكل نقطة من النقط دي. إن شاء الله ربنا يبارك لكم في مذاكرتكم ويساعدكم وينجحكم بأعلى الدرجات، وأشوفكم كده في أعلى المراكز بإذن الله. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، بعتذر تاني على التأخير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.